قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني على قبره عند رأسه، وقال: استغفروا لأخيكم، أي اطلبوا له المغفرة، واسألوا له التثبيت، يعني عند السؤال، كما سبق أن الملكين يأتيانه فيقعدانه ويسألانه، فإنه الآن، يعني في هذا الوقت الحاضر، يسأل. وهذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فإنه الآن، خبر عن أمر غيبي. فإذا فرض أن شخصا أراد أن يحث الناس على الاستغفار للميت فلا يقول فإنه الآن يسأل، فبعض الناس تجد أنه بعد الفراغ من الجنازة يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. هذا طيب، لكن فإنه الآن يسأل، ما الذي يدرك أنه يسأل؟ هذا أمر غيبي، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك عن طريق الوحي، فيقتصر على قول: استغفروا لأخيكم واسألوا.